السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بأنشطة التعبير الكتابي، تقويم ودعم الوحدة الخامسة، مرجع واحد الكلمات العربية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، الصفحة 185. إذن بالنسبة لنص الموضوع، أنطلق من الفقرة الرابعة للنص لأكتب نصا إرشاديا أدعو فيه قراء مجلة مدرستنا إلى حماية حيوانات الغابة من الإنقراض، أي أننا سنكتب نص إرشادي، يعني سنوجه مجموعة من النصائح والإرشادات لمن؟ لقراء مجلة مدرستنا. إذا الهدف هو التحسيس والإرشاد إلى حماية حيوانات الغابة من الإنقراض. إذا سنكتب هذا التعبير الكتابي إذا بشكل جماعي، إذا لكي تستفيدوا من طريقة كتابة نص إرشادي. إذا أصدقائي، دائما أي منتوج كتابي نبدأ بالمقدمة. إذا سنتحدث عن الغابة وعن دورها في توفير المسكن والمأوى للحيوانات. إذا سنقول: تعتبر الغابة مسكنا للعديد من الحيوانات، إذن تعتبر الغابة مسكنا ومأوى للعديد من الحيوانات، والحفاظ على أمن وسلامة الغابة يمكن من حماية هذه الأنواع الحيوانية، إذن هذه الأنواع الحيوانية. إذن الآن سنمر إلى العرض. إذن في العرض سنوجه النصائح والإرشادات. إذن يمكن أن نقول: أنصحكم أعزائي قراء، إذن يجب تحديد الفئة، قراء المجلة المدرسية. إذن أنصحكم أعزائي قراء إذن المجلة المدرسية بالتحسيس والتوعية بضرورة حماية حيوانات الغابة. ثم ماذا أيضا؟ وأوجهكم، إذا توجيهات، وأوجهكم إلى إذا أهمية ماذا؟ تقنين الصيد، أهمية تقنين الصيد. إذا ماذا أيضا؟ ومعاقبة المخالفين، إذن ومعاقبة المخالفين يعني مخالفين القوانين، ومعاقبة المخالفين حماية للحيوانات من الانقراض نتيجة الصيد الجائر، حماية للحيوانات من الانقراض نتيجة الصيد، إذن الصيد المكثف وغير القانوني، يعني ليس بشكل قانوني وغير القانوني. إذن ماذا أيضا؟ إذن لحماية حيوانات الغابة ماذا يمكن أن نوجه للأصدقاء لقراء هذه المجلة المدرسية من نصائح وإرشادات؟ إذن
يمكنكم الدعوة إلى إنشاء محميات طبيعية داخل الغابة. إذن إنشاء محميات طبيعية داخل الغابة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. إذن هذه هي النصائح التي يمكن أن نوجهها لقراء هذه المجلة. بطبيعة الحال يجب أن نختم النص الإرشادي. إذا اتحدنا جميعا وكثفنا الجهود سنحمي الغابة وحيواناتها من جميع المخاطر. إذن خاتمة النص الإرشادي. إذن أصدقائي سأعيد قراءة النص الإرشادي عليكم. إذن بطبيعة الحال كما لاحظتم، إذن قمت بكتابة هذا النص الإرشادي يعني أمامكم لكي تستأنسوا بطريقة كتابة النص إرشادي بأي نص كيفما كان نوعه. إذن لابد من احترام معطيات أساسية يجب أن نقدم للموضوع. إذن في العرض نقدم المعطيات الأساسية أو نجيب عن السؤال المطروح في نص الموضوع. بالنسبة للخاتمة لابد من الإشارة إلى خلاصة أو نتيجة أو تعبير عن رأي شخصي بخصوص الموضوع. إذن سنقرأ: تعتبر الغابة مسكنا ومأوى للعديد من الحيوانات، والحفاظ على أمن وسلامة الغابة يمكن من حماية هذه الأنواع الحيوانية. أنصحكم أعزائي قراء المجلة المدرسية بالتحسيس والتوعية بضرورة حماية حيوانات الغابة، وأوجهكم إلى أهمية تقنين الصيد ومعاقبة المخالفين حماية للحيوانات من الانقراض نتيجة الصيد المكثف وغير القانوني. يمكنكم الدعوة إلى إنشاء محميات طبيعية داخل الغابة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. إذا اتحدنا جميعا وكثفنا الجهود سنحمي الغابة وحيواناتها من جميع المخاطر. إذا نهاية الحصة أصدقائي، موعدنا يتجدد إن شاء الله مع دروس الوحدة السادسة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.